السلام عليكم، أنا الطالب فقاه سعد من مدرسة مروج بغداد، جينا حتى نشارك في قناة شهاب الفضائية وإن شاء الله نفوز. اسمي يوسف مرتضى من مدرسة مروج بغداد، وجينا القناة شهاب الفضائية ورابح المليون إن شاء الله نفوز. السلام عليكم، أنا الطالب محمد مبارك جبر من مدرسة مروج بغداد، حبينا نشارك في قناة شهاب الفضائية ورابح المليون وإن شاء الله نفوز. السلام عليكم، أنا الطالب علي نعيم علي من مدرسة الشهيد وليد سجيل، رمضان كريم عليكم، حبيت أشارك بقناة الشباب الفضائية والتوفيق للجميع إن شاء الله. السلام عليكم، وإني الطالبة رقية محمد داود من مدرسة الشهيد وليد سجيل، حبيت أشارك بقناة شهاب الفضائية وإن شاء الله نفوز. السلام عليكم، إني الطالبة سناريا محمد حسين، جئت لأشارك في برنامج شهاب ورابح المليون في قناة شهاب الفضائية، رمضان مبارك. رجعنا لكم من جديد بعد ما شفنا استعدادهم للمسابقة، الآن نروح أيضا وياكم نشوف قوانين البرنامج. 15 سؤال إلى المليون، 3 محطات، لكل محطة 5 أسئلة، المرحلة الأولى 150,000 دينار، المرحلة الثانية 350,000 دينار، المرحلة الثالثة 500,000 دينار. تصبح بحساب الفريق عند الإجابة على جميع الأسئلة بشكل متتالي. يثبت السؤال الأخير عند عدم الإجابة بشكل متتالي. والمحطات الثلاث تتضمن وسيلتين للمساعدة، حذف إجابة وتغيير السؤال، بالإضافة إلى سؤالين للسرعة، الأول تحديد الفريق البادئ، الثاني في حالة التعادل. رجعنا من جديد وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعات. أهلا وسهلا بكم ماما، ويانا اليوم ورمضان كريم علينا وعليكم، أهلا وسهلا بكم من مدرسة مروج بغداد وأيضا مدرسة الشهيد وليد ثجيل، أهلا وسهلا بكم ورمضان كريم علينا وعليكم. في البداية سمعنا احنا قوانين المسابقة وشرحت لكم إياها أنا أيضا، الآن وصلنا إلى سؤال السرعة، مستعدين؟ نعم. إيدينا للأسفل، من السمعون سؤال السرعة مباشرة تضغطون الزر وتنطوني إجابة. نعم. ضغطون الزر وتنطوني إجابة، دائما سؤال السرعة بسيط وسهل لكن السرعة هي اللي تتحكم بالإجابة. نعم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ. سؤال السرعة يقول، ما اسم خاتم الأنبياء والرسل؟ نبي الله محمد. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. هم ضغطوا الزر أسرع، تصح حشيتوا قبلهم بس هم ضغطوا الزر أسرع، المفروض تضغطون الزر، ليش ما ضغطتوا؟ ضغطنا أحلى اسمع الصوت. يلا. الإجابة من نصيب مدرسة مروج بغداد، صبقوا لهم. هذا السؤال ما عليه نقطة، لكن هو فقط يتحكم بمنو راح نبدأ الأسئلة. هسه راح تكون بداية كل مراحل عندكم. يلا مستعدين؟ مستعدين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالسؤال الأول من المرحلة الأولى، والسؤال يقول، ما اسم قائد ثورة 20؟ هل هو مظفر النواب أم شعلان أبو الجون؟ مظفر النواب. قائد ثورة 20. للأسف إجابتكم مو صحيحة، شعلان أبو جون هي الإجابة الصحيحة، وأنتم همينة يعني ما عندكم وسيلة مساعدة بالمرحلة الأولى، لكن بالمرحلة الثانية تقدرون تستخدمون وسائل المساعدة في المرحلة الثانية والثالثة. السؤال لمدرسة الشهيد ولي السجيل، مستعدين؟ نعم. يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. والسؤال الأول من المرحلة الأولى لمدرسة الشهيد وليد ثجيل يقول، في أي معركة استشهد الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام؟ هل معركة أحد أم معركة بدر؟ في معركة أحد. في معركة أحد. أحد، متأكدين؟ نعم. ما تغيرون الإجابة؟ لا. إجابتكم صحيحة.
السؤال جغرافيا لمدرسة مروج بغداد، وسؤالكم يقول: ما أعلى سلسلة جبال في العراق؟ جبال حمرين أم جبال حصاروست؟ جبال حصاروست. مو حمرين؟ حصاروست. شو كانها حمرين؟ حصاروست. شو تقولون؟ صح، إجابة صحيحة. صبقول. سؤالكم أيضا جغرافيا، والسؤال يقول: أين توجد بحيرة الحبانية؟ هل توجد في لبنان أم العراق؟ في العراق. سؤال سهل؟ نعم. إجابتكم صحيحة. السؤال لمروج بغداد، وسؤالكم يقول: البرافين هل هو من منتجات الحليب أم من مشتقات النفط؟ البرافين. النفط. من مشتقات النفط. النفط، وإجابتكم صحيحة. بس شو كانكم شاكين بيها؟ خفت من يمه، ما سامحك اسم. قابل تكون من مشتقات الحليب؟ ما بيها مجال تكون من مشتقات، كيفكم تردون تشربون النفط؟ يلا السؤال عندكم. مستعدين؟ نعم. سؤالكم علوم ايضا، والسؤال يقول: اين يوجد عظم الساعد؟ هل يوجد في الذراع ام القدم؟ لا تستعجلون. يوجد في عظم القدم. الساعد. نعم، في عظم القدم. للأسف إجابتكم مو صحيحة. في الذراع. لا تستعجلون، عندكم كان بعد وقت. السؤال لمروج بغداد، سؤالكم دين، والسؤال يقول: نبي من أنبياء الله كانت معجزاته أحياء الموتى، هل هو نبي الله إبراهيم عليه السلام أم نبي الله عيسى عليه السلام؟ نبي الله عيسى عليه السلام. مو إبراهيم؟ عيسى. عيسى عليه السلام. صدقوا لهم إجابتكم. السؤال للشهيد وليد ثجيل، يلا، وسؤالكم يقول: كم عدد ركعات صلاة العصر؟ 4 ركعات، 3 ركعات؟ 4 ركعات. سهل السؤال. نعم. 4 ركعات. إجابتكم صحيحة. وصلنا للسؤال الخامس والأخير، لأن عندكم إخفاقة بالمرحلة، فالمرحلة مو كلها لكم، واضح؟ يعني إذا جاوبتوا على هذا السؤال تأخذون المبلغ المخصص لهذا السؤال فقط. واضح؟ حسكم ما مفتهمين، تباعون علي. يلا، والسؤال يقول: من من الطيور الآتية تعتبر آكلة لحوم؟ البوم أو الهدهد؟ البوم. البوم، إجابتكم صحيحة. أنتوا أيضا تنطبق عليكم نفس الملاحظة، لأن عندكم صارت إخفاقة في سؤال، فراح تأخذون فقط إذا جاوبتوا بصورة صحيحة على السؤال الخامس تأخذون المبلغ المخصص للسؤال الخامس فقط. واضح؟ نعم. والسؤال يقول: ما معنى اسم تغريد؟ هل هو صوت البلبل أم صوت البطة؟ صوت البلبل. مو البطة؟ أبد؟ أبد. التغريد. بلبل. إجابتكم صحيحة. إذن مشاهدينا الأحبة، نروح إلى فاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم المرحلة الثانية.
رجعنا وياكم من جديد، والمرحلة الثانية بين مدرسة مروج بغداد ومدرسة الشهيد وليد ثجيل. أكيد البداية، بداية المراحل تكون من مدرسة مروج بغداد. مستعدين ماما؟ نعم. المرحلة الثانية صار تقدرون تستخدمون بها وسائل المساعدة، بس أحب أذكركم قبل ما نبدأ بالمرحلة الثانية أنه أكو سؤال بالمرحلة الثالثة، سؤال ما بخيارات. قبل ما تستخدمون وسائل المساعدة أذكركم أنه أكو سؤال بالمرحلة الثالثة ما بخيارات. السؤال أنا أسأل السؤال وأنتوا تنطوني الإجابة، واضح؟ يلا. والسؤال الأول من المرحلة الثانية يقول: ما اسم سفير الإمام الحسين عليه السلام؟ هل هو أبو ذر الغفاري، مسلم ابن عقيل، أم أبو حذيفة بن اليمان؟ مسلم ابن عقيل. تأكدين؟ نعم. متأكد. إجابتكم صحيحة. السؤال لمدرسة الشهيد وليد ثجيل، مستعدين؟ نعم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مرحلة جديدة، والسؤال الأول منها: شاعر مسلم سمي شاعر الرسول، هل هو أبو تمام الفرزدق، حسان ابن ثابت؟ الشاعر حسان بن ثابت. تأكدين؟ نعم. إجابتكم صحيحة. هو شاعر مسلم من الأنصار. يلا السؤال لمدرسة مروج بغداد، سؤالكم جغرافيا، شلونكم بجغرافيا؟ زين. درجاتكم شلونها؟ زين كلش. منو من عندكم يحب الاجتماعيات هواي؟ ما أحب. ما تحبوها؟ ليش ما تحبوها؟ أحب التاريخ. تحب التاريخ؟ ليش ما تحبون الاجتماعيات؟ أنا أشوفها سهلة. يلا سؤالكم جغرافيا، والسؤال يقول: أين توجد بحيرة المنزلة؟ المنزلة هل توجد في ليبيا، لبنان، مصر؟ عندكم وسائل مساعدة. عيد السؤال. يلا أين توجد بحيرة المنزلة؟ هل توجد في ليبيا، لبنان، مصر؟ ليبيا. هذا السؤال له جواب. جواب بعد ما اقدر اغيره. ليش ما استخدمتوا وسيله مساعده؟ ما عندكم معلومه تفيدنا يعني. بالسؤال الثاني للاسف اجابتكم مو صحيحه. بحيره المنزله في مصر. في مصر. هاي المعلومه كون ما تنسوها زين، تستفادون ان شاء الله من عندها في حياتكم القادمه. يلا جغرافيا ايضا عندكم، وسؤالكم يقول: ما اسم عاصمة اليونان؟ هل هي مدريد، لندن، أثينا؟ أثينا. أثينا؟ نعم. متأكدين؟ نعم. شو كانها مدريد؟ لا. أبد؟ عاصمة إسبانيا مدريد. نغير الخريطة، حافظها على مود كرة القدم وهيك؟ لا. أثينا إجابتكم صحيحة. علوم. علوم زينين بي؟ يلا إن شاء الله. وسؤالكم يقول: الطبقة الداخلية للعين تسمى الجفن، الشبكية، أم القرنية؟ شبكية. الشبكية إجابة صحيحة. أيضا علوم عندكم، سؤالكم إن شاء الله سهل عليكم. والسؤال يقول: كم عدد أسنان الإنسان البالغ؟ هل تبلغ 32 سن، أم 35، أم 36 سن؟ 32 سنا. متفقين؟ نعم. 32 سن؟ نعم. تخوفون من تتفقون انتوا شو كانكم؟
إجابتكم صحيحة. السؤال الديني لمدرسة مروج بغداد، وسؤالكم يقول: كم عدد الأشهر الحرم؟ هل عددها 5 أشهر، شهران، أم 4 أشهر؟ 4 أشهر. مو 5؟ لا 4. شو كانها 5؟ لا والله 5. أبي؟ لا 4. 4؟ نحسبهم؟ يلا خلينا نحسبهم. شهر ذو الحجة، شهر ذو القعدة، شهر رجب، شهر محرم. ماكو بعد شهر 5؟ أبي؟ إجابتكم صحيحة. سؤال عند مدرسة الشهيد وليد سجيل، سؤالكم ديني أيضا. نعم. والسؤال يقول: ما هي أصغر سورة في القرآن الكريم؟ أصغر سورة، هل هي سورة المسد، سورة الإخلاص، أم سورة الكوثر؟ سورة الكوثر. سؤال سهل؟ نعم. وإجابتكم صحيحة. السؤال عند مروج بغداد. سعدين؟ نعم. يلا سؤال وصلنا الخامس، سؤال مهم عندكم، صار خطأ بهذه المرحلة مو؟ صار عندكم خطأ واحد اللي هو السؤال الجغرافيا، يعني هذا السؤال راح يحدد، راح تاخذون هذا المبلغ المخصص لهذا المرحلة لهذا السؤال، أم تنتقلون من هاي المرحلة رصيدكم صفر. ما نحكي عن المرحلة الأولى، نحكي بس عن المرحلة الثانية. وسؤالكم يقول: ما هو اللظى؟ هل هو اسم من أسماء العسل، أم من أسماء النار، أم من أسماء الذئب؟ عيد السؤال. أعيد السؤال، اضغط الزر. ما هو اللظى؟ هل هو اسم من أسماء العسل، أم من أسماء النار، أم من أسماء الذئب؟ أختار حذف إجابة. تختار حذف إجابة، نحذف العسل. من أسماء النار أم من أسماء الذئب؟ النار. من أسماء النار. ليش اختارتوا النار؟ أنتوا استخدمتوا وسيلة مساعدة. ما أعرف، هم قالوا لي مو ذئب، ما حسي عن اللظى، حسي اسمه النار، اسمه يعني لازم في شغله فخمه، يعني اللظى شنو؟ يعني انت مشيت على الاحساس؟ اي. واحساسك صحيح. السؤال عندكم، سؤالكم الخامس والاخير، والسؤال يقول: ماذا يسمى بيت البقرة أو بيت البقر؟ هل يسمى حظيرة، قن، وكر؟ لا تستعجلون. حظيرة. أبد؟ ما بيها مجال تنتظرون شوي، بعد عندكم 19 ثانية. سؤال سهل؟ نعم. حظيرة. إجابتكم صحيحة. إذن مشاهدينا الأحبة، بعد ما انتهينا من المرحلة الثانية نروح إلى فاصل، وبعدها نرجع نكمل وياكم المرحلة الثالثة والأخيرة. ورجعنا وياكم من جديد، ومدرسة مروج بغداد ومدرسة الشهيد وليد سجيل، وأكيد بداية المرحلة تكون من مروج بغداد. مستعدين ماما؟ ظهرنا للخلف، قعدتنا موزونة، وأريد الإجابات بصوت عالي، ما أريد صوت ناصي، ما أحسب الإجابة، أحسبها غلط. نعم. تمام؟ نعم. صوت عالي أريد الإجابة. نعم. يلا سؤالكم الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة يقول: أين يوجد مرقد الإمام الحسن العسكري عليه السلام؟ هل يوجد في البقيع، الكوفة، سامراء؟ في مدينة سامراء.
في مدينة سامراء. وإجابتكم صحيحة. كنتوا خايفين من الإجابة؟ لا سهل. السؤال عندكم مستعدين؟ نعم. وسؤالكم الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة يقول: أين يوجد مرقد الصحابية الحرة الرياحي؟ هل يوجد في الحلة، كربلاء، بغداد؟ ماما الوقت لا تنسوا. في محافظة كربلاء. في محافظة كربلاء مرقد الصحابية الحرة الرياحي، اختاريت الإجابة تكون في كربلاء وهي إجابة صحيحة. السؤال الثاني وسؤالكم يقول: أين يوجد جبل النبي شعيب؟ هل يوجد في مكة، سوريا، اليمن؟ أعيد السؤال. أعيد السؤال: أين يوجد جبل النبي شعيب؟ هل يوجد في مكة أم سوريا أم اليمن؟ يلا أريد إجابة نهائية. سوريا. سوريا؟ للأسف إجابتكم مو صحيحة. جبل النبي شعيب في اليمن. جبل النبي شعيب وين؟ في اليمن. في اليمن، مو تنسون. السؤال عندكم والسؤال يقول: أين تقع بحيرة ساوة؟ هل تقع في النجف، السماوة أم الأنبار؟ ساوة. عندكم بعد 5 ثواني للإجابة الصحيحة. ماما الوقت راح ينتهي، إذا انتهى الوقت ما أخذ إجابة. إعادة سؤال. يعني أعيد لكم السؤال لو تردون وسيلة مساعدة. لا إعادة سؤال. أين تقع بحيرة ساوة؟ في النجف أم السماوة أم الأنبار؟ تقع في محافظة السماوة. في محافظة السماوة. السماوة. أنا سمعتكم قلتوا بالنجف بالبداية، بعدين غيرتوا إلى السماوة، ما فكرتوا بالأنبار؟ لا. أبد؟ لا. استبعدتوها؟ الحمد لله استبعدتوا الأنبار والنجف لأن إجابتكم صحيحة. السؤال عندكم وسؤالكم يقول: عالم وطبيب وفيلسوف عربي اشتهر بالرياضيات والبصريات وطب العيون، من هو؟ سؤالكم بلا خيارات. هل السؤال؟ اضغط الزر. عالم وطبيب وفيلسوف عربي اشتهر بالرياضيات والبصريات وطب العيون. تقدرين تخيلين إجابة؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم؟ متأكدين؟ عندكم معلومة؟ اي هو كان طبيب مال عيون. إجابتكم صحيحة. يمكن أني فرحانة أكثر من أنكم جاوبتوا على السؤال. السؤال عندكم. سؤالكم أيضا بدون خيارات. والسؤال يقول: ما اسم عاصمة تونس؟ نفسها تونس. نفسها تونس، شو تقولون انتم؟ خطأ. لا شنو عاصمة تونس؟ ما ادري بس يمكن قرطاس شغلة. شغلة يعني. العاصمة شغلة صح. إجابتكم صحيحة. بس عرفتها.
عرفت ابن الهيته وما عرفت عاصمة تونس. يلا. والسؤال لكم وسؤالكم يقول: في أي عام هجري فرض صوم شهر رمضان على المسلمين؟ هل فرض في 6 للهجرة أم 4 للهجرة أم 2 للهجرة؟ هذه الاختيارات 6 لو 4 لو 2. تغير السؤال. تغيرون السؤال. تطلبون وسيلة مساعدة، راح أجاوبكم أول مرة على السؤال حتى تعرفون المعلومة، وبعد ذلك أغير لكم السؤال. 2 للهجرة، فرض الصوم في شهر رمضان في 2 للهجرة، ما تنسونه. 2 سهل، والمعلومة لكم أيضا. نعم. السؤال لكم أيضا، وسؤالكم يقول: ما هو النرجس؟ هل هو نوع من الورد أم نوع من القماش أم نوع من الفاكهة؟ نوع من أنواع الورد. نوع من أنواع الورد. من الورد، مو الفاكهة؟ لا. ولا القماش؟ نرجس، ماكو قماش، نرجس ورد بس. إجابتكم صحيحة. سؤالكم سعدين؟ نعم. يلا. وسؤالكم يقول: في أي سورة من القرآن نزلت آية المباهلة؟ سورة النبأ، سورة آل عمران، أم سورة الأنعام؟ حذف إجابة. تحذفون إجابة ونحذف سورة الأنعام، تبقى عندكم سورة النبأ وسورة آل عمران. في أي سورة من القرآن نزلت آية المباهلة؟ هل في سورة النبأ أم سورة آل عمران؟ في سورة آل عمران. في سورة آل عمران، إجابتكم صحيحة. وصلنا إلى سؤالكم الخامس والأخير. سعدين؟ والسؤال يقول: ما معنى الخشية؟ ما معنى الخشية؟ هل تعني السير ليلا أم ضوء القمر أم الخوف؟ الخوف. الخشية. الخوف. ما ممكن يكون السير ليلا؟ عبد؟ لا. استخدمت وسائل المساعدة اثنينهم، فما عندكم مجال تختارون وسيلة مساعدة، ويمكن استعجلتوا بالإجابة، ما فكرتوا بالخيارات. مضبوط. شو تقولون؟ صح. لأن مثلا واحد يقول: أنا أخشى ابني من هذا الرجل، أنا خاف على ابني من هذا الرجل. تشوفون يعني إجاباته مقنعة، صدقوا لي. بالله عيد لي الجملة، عيد لي الجملة. أنا أخشى ابني من هذا الرجل. مقنع. يلا السؤال عندكم مستعدين؟ نعم. وسؤالكم الخامس والأخير يقول: ما هي القيلولة؟ هل تعني النوم بسبب التعب أم النوم بسبب المرض أم النوم ظهرا؟ أعيد الخيارات. نعم. أضغط الزر. ما هي القيلولة؟ ركزوا بالخيارات. هل تعني النوم بسبب التعب أم النوم بسبب المرض أم النوم ظهرا؟ النوم بسبب التعب. مو عندكم وسيلة مساعدة؟ نعم. ليش ما اخترتوها؟ اختاري؟ بعد ما أقدر أغير لكم إياها، ليش ما اخترتوا وسيلة مساعدة؟ مع العلم هو السؤال سهل جدا، سهل، بس للأسف إجابتكم مو صحيحة عليه. الإجابة الصحيحة هي النوم ظهرا.
شلون واحد يرجع من المحل؟ النوم ظهرا. قيلولة وراح المحل. لا تضوجون. نعم. انتم كانت كل اجاباتكم على هذه المرحلة صحيحة، بس للأسف ما أعرف ليش استعجلتوا بال، لأن سهل السؤال جدا، يمكن جاوبتوا عليه بسرعة. بس أنا متأكدة شو تعرفون الإجابة الصحيحة. للأسف إجابتكم مو صحيحة. إذن مشاهدينا الأحبة نروح إلى فاصل وبعدها نرجع نعلن الرابح بالشهاب ورابح المليون. رجعنا وياكم من جديد مشاهدينا الأحبة، وقت الإعلان عن الرابح بالشهاب ورابح المليون. هل هي مدرسة مروج بغداد أم مدرسة الشهيد وليد ثجيل؟ أنا أطلب من عندكم تجون هنا بالبداية يمي، تعالوا تفضلوا أنتوا أيضا على كيفكم، قوموا بهدوء تعالوا هنا. نانا ماما أنتوا أيضا شوية تقدموا. هسه شو تقولون أنتوا؟ أول مرة أسألكم قبل ما نطلب من شهاب يدخل علينا، شو تقولون منو من عندكم؟ هم شو تقولون؟ أنا أتمنى الفريقين يكونون رابحين، لكن للأسف هي قوانين المسابقة الرابح واحد. هسه خلونا نطلب من شهاب يدخل علينا ورحبوا بي بتصفيق عالي. أهلا وسهلا شهاب. شهاب أنا سألك غششنا بس أنت لا تغششنا. تعرف من الرابح؟ شهاب يدفع بهم اليوم. شكرا جزيلا شهاب. شهاب سديت الكاميرا علينا. والرابح بشهاب ورابح المليون هي مدرسة الشهيد وليد ثجيل. ألف مبروك ماما، ألف مبروك. شايفين كل الخير، وانتم ايضا الف مبروك لكم، والمعلوماتكم معلوماتكم كانت جيده، لكن قوانين البرنامج من خلالها ربحت مدرسه الشهيد وليد ثجيل، لكن هديه الترضيه لمدرستكم بالاضافه الى الدروع المقدمه من قناه شهاب لكم. الف مبروك ماما، الف مبروك، الف مبروك. شكرا جزيلا. لا تباين على الاضاءه. شكرا جزيلا لكم والف مبروك لكم ايضا، الف مبروك. وبقى نقدم لكم شهاده الشكر والتقدير وايضا شهاده المشاركه. ذو الفقار سعد، الف مبروك ماما. محمد مبارك ويوسف مرتضى، شكرا جزيلا لكم ماما، شكرا، الف مبروك لكم. علي نعيم، شكرا جزيلا لك ماما. سناريه محمد ورقية محمد، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم ويانا، والف مبروك للفائزين، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الاحبة وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسون تنتظرونا في حلقة جديدة ومتسابقين جدد في امان الله.